وبعد ان احتفل المجتمع المثالي بتاسيس المدينه الفاضله ورفع السلام الجمهوري لجمهوريه مجاطون، وتفاجئ الجميع بعدم وجود علم الجمهوريه. حاتم مجنون، 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 انزل يا ولد، يا ولد انزل، اصبحت مراهقة نفسها. ماذا؟ ربما لاننا مضطربون نرى الحياة مضطربة هكذا. نعم لقد سمعت، نعم لقد سمعت ان ابناء ادم هم من افسد في الارض وسفكوا فيها الدماء. نعم نعم هذا صحيح، لقد سمعت ان بني ادم يحبون السلام بالفطره. نعم نعم لقد سمعت ان بني ادم هم من قتل احدهم الاخر. نعم وهل بالفطره ايضا؟ نعم نعم ربما بالفطره ايضا. لماذا يكره الانسان؟ بالفطره ايضا. لماذا يحب الانسان؟ بالفطره ايضا. لماذا يغش الانسان؟ بالفطره ايضا. لماذا يقتل الانسان؟ بالفطره ايضا. لماذا يموت الانسان؟ بالفطره ايضا. لماذا يكره الانسان؟ بالفطره ايضا. لقد سمعت ان الانسان لديه عقل وبه يفعل ما يريد، والعقل يدله على الطريق الصحيح. كلا كلا هذا غير صحيح. صحيح انني لا املك عقلا كما يقولون، ولكني بالوقت نفسه انا اذهب الى اي مكان ولا حاجه لي بالعقل. كيف لا حاجه لك بالعقل؟ اذا انت مجنون. انا لا اسرق. انت مجنون. انا لا اخطب. انت مجنون. انا لا اكره. انت مجنون. أنا مجنون، ولكن انظر ماذا فعل أهل العقل في الدنيا. لقد فوق المجانين بأفعالهم. صحيح أنني لا أملك عقلا كما يقولون، ولكن بالوقت نفسه لا أملك وجها آخر إلا وجهي، لأن البشر في هذه الأيام أصبحوا أكثر براعة من الحرباء بتغيير ألوانهم. كل واحد منهم يمتلك في جيبه أكثر من وجه، وأنا كما ترى لا أملك وجوها في جيبي. أعتقد أننا نتفق يا صديقي. لا 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 لا، نعم 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 نعم، أو ربما نعم. أعتقد أن الناس عندما يثقون وكأنهم في حفلة تنكرية، فكلامهم وضحكاتهم ومجاملاتهم شيء وباطنهم شيء آخر. أعتقد يا صديقي أنهم مساكين. أما أنا فباطني وظاهري واحد، أقول ما شئت وفي أي زمان ومكان أريد. كلما تطور البشر تطورت وازدادت شهيتهم للدم والمال والمصلحة. لقد اكتشف البشر كل شيء، لكنه لم يكتشف الإنسانية. متى يصبح البشر إنسانا؟ عاش العراق العظيم، عاش العراق، عاش العراق. ما اسمك؟ اسمي؟ نعم انا اعرف اسمي. ان اسمي 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 انا 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 اعرف اسمي. ان اسمي لا ادري. لا لا اعرف اسمي. هناك احد لا يعرف اسمي؟ انا اسمي
من اللي بالمجنون المقبول. وين وين؟ أحمق، لأني ليس لدي حق، ليس لدي أهل، ليس لدي مكان. يا علي عقول، متى تفهمون؟ أقسم بأن جنوني أفضل من عقولكم. لا عليك يا صديق، إن الناس مشغولون بترميم متاهات داخلية بأرواحهم، إنهم تائهون، إنهم أشبه بأليس في بلاد العجائب، ما أن يخرجوا من جحر حتى يدخلوا في جحر آخر. كل الخيارات أمامهم محيرة، وحياتهم كرقعة الشطرنج، كل خطوة خاطئة قد تؤدي لموت الملك. هذا انظر، انظر حياتهم المليئة باختراق القانون. أصحاب المعضلة يقف القانون في عضدهم، وتحلى حبلة من الدنانير. نعم، وتحلى حبلة من الدنانير في نفس الوقت. وفي نفس الوقت ممنوع العبور، القانون فوق الجميع. خفف السرعة، أمامك سيطرة، ابتعد 1000 كيلومتر عن المكان الذي أنت فيه، وبعدين تبتعد ابتعد 1000 كيلومتر عن المكان الذي أنت فيه، وبعدين تبتعد ابتعد 1000 كيلومتر عن المكان الذي أنت فيه. هذا وإن إشارات حياتهم المرورية لا تحتوي سوى اللون الأخضر فقط. تعال إلى أي مكان وأعدم لكل مكان. يا لها من ازدواجية تمر بك يا بني آدم. لا عليك يا صديقي، دعنا نتعرف على بعضنا. ماذا تذكر عن ماضيك؟ لا أذكر عن ماضي شيء جميل. شو طفولتي؟ برغم أن طفولتي يابسي. لا ما يحتاج، معنا قلبها بأصابع ذاكرتي حتى تتكسر. هم يقولون ان الطفولة جميلة. فلا اعرف لماذا يبكي الانسان عندما يولد. وانا كذلك، الشيء الوحيد الجميل في طفولتي عندما كانت امي تروي لنا قصص ما قبل النوم. كانت تحدثنا عن ليلى والذئب، ولا اعرف لماذا لا يترك الذئب ليلى بحالها. كنت اسافر في عوالم حكاياتها متقلدا زمام الحلم، متشحا بأماني البالية وخيبة الجميلة، منطلقا كفارس امتطى الحروب ليحظى بقبله، تماما مثل القامش الذي ذهب ليحصل على عشبة الحياة. أنا أتمنى أن أحصل عليها. وأنت يا صديقي، هل تتمنى ذلك؟ عشبة الحياة، القامش، 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 عشبة الحياة، كلكامش، كلكامش. لا أتمنى هذا طبعا. ولماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أعيش للأبد؟ حتى أجوع يوميا، حتى أعرى يوميا، حتى أنام على الرصيف يوميا، حتى أزداد جنونا من المجتمع الذي أنا فيه يوميا. لا عليك يا صديقي، دعنا نلعب لعبة نقتل فيها الوقت. فنحن مجتمع سفاح بقتل الوقت بمغسلة فراغ ذواتنا. وماذا نلعب؟ فلنلعب لعبة الحاكم والمواطن. أذن، أنا الحاكم وأنت المواطن. هيا. هيا كل رجل، هيا كل رجل، هيا كل رجل. ماي مسرحية، هو الفوز. هاي مالي. لا اسكت عليك. هذا مثلا بالذلة. إنها لعبة جميلة، أليس كذلك؟ نعم. ولكن أهل العقول يلعبونها كثيرا في حياتهم. نحن لعبناها بهزل وهم يلعبونها بجد. لا عليك يا صديقي، أنا جائع. ألديك شيء نأكله؟ نعم، وأنا أيضا جائع. هيا هيا. صعب.
دواخل يا ضايع. محمد تعال منا. يسمى لا أدري. لا تدري؟ هذا يسمى علم. نعم تذكرته. وماذا نفعل به الآن؟ يجب أن يرفع مثل ما قال التلاميذ يرفعونه في المدرسة في يوم من الأسبوع. أعتقد يا صديقي إنه يوم الجمعة. كلا أعتقد إنه يوم الاثنين أو الأحد أو الثلاثاء. لا يهم هيا نرفعه. ولكن أين أين؟ هنا ألا تعتقد أنه يوم موسى رفعناه من المشرق؟ نعم، إنه قد تعاد وشبع من الشرق في السابق. هيا نرفعه. وطن مد على الأفق جناحا، موطني. وماذا سأقرأ؟ قصيدة العلم. عش هكذا في علو أيها العلم. أعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة. وماذا سأقرأ؟ أقرأ. هكذا في علو أيها العلم، فالأرض ضيقة والموت مثل